ما كانش حد على الاطلاق ينتظر حاجه زي كده. وانت بتتكلم عن ايطاليا وبتقول ان بنتك مقيمه في ايطاليا وكانت نشأت ايضا او ولاده ميكيلي كانت في ايطاليا، شايف ايضا يعني ايطاليا الوضع فيها بعد ما كانت مدينه يعني صاخبه بالخروج وبالفسح، دلوقتي اصبحت برضو ايطاليا مدينه هادئه، بيتم التواصل مع بنتك دلوقتي في ايطاليا ولا؟ Je suis né donc en Italie. Là, j'ai toilette en Italie. Voilà, j'ai 4 ans. J'ai fait ma valdi. Avec mes parents. Parce que أهلي. Mon père, il est maçon. Valdi, je travaille dans le marmor. Donc il est parti travailler là-bas. Je travaille là-bas. Je travaille en Allemagne. J'ai travaillé en Allemagne de l'Italie. Et très longtemps, 1974, je suis arrivé en Belgique. وسنة 54 رجعت بلجيكا. Toujours avec mes parents. مطرح ما عاد يعني ما تلتقيت وكان مع أهلي استقريت هناك. Et là, je suis resté 45 ans. مش 74 دلوقتي اهو. اكتر من 50 سنه قاعد هناك. انا دلوقتي شايف ان انا بقيت دولي بقى، يعني بنتمي لكل الدول. بس انا اتواصل مع اهلي في ايطاليا لاني بنتي قاعده هناك. بنتي عايشه في توسكان. في ايطاليا. ابني كان قاعد برضه في شمال ايطاليا في حته اسمها بومباردي. هو اكتر منطقه كان فيها تاثر وفيها نسبه وفيات بسبب الميكروب الفيروس. ودي دي يعني دي عمته واخت والده قاعده هناك. فابنه وعمته قاعدين هناك بقى قلقانين من اللي بيحصل، لان بالوجه عام بالشكل يومي في ناس بتموت كل يوم. لكن لسه في امل عندنا، في ناس لسه برضه بتحاول. في ناس بتشفى، وده بتدي نسبة أمل، بتدي طاقة أمل للناس. في ناس لسه بتخف لأن في أمل في الشفاء. لكن الشعب الإيطالي شعب زي مصر بيحب الحياة، دايما منطلقين في الشوارع وبيحبوا يخرجوا. وطبعا عندهم مشكلة إن هم يتقوقعوا في بيوتهم، يقعدوا في بيوتهم، ينغلقوا في بيوتهم. صعب جدا 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 بالنسبة لهم الشعور ده. بيخضعوا ليه وبيقبلوه وبيعملوه، بس للأسف في الوقت الحالي يعني لغاية دلوقتي ماشية. بس طبعا بوجه عام يعني لازم الموضوع ده ما يطولش كتير، عشان الناس بعد كده مش هتستحمل فتره طويله. يعني بعد كده لو الوضع يطول عن كده اعتقد الموضوع هيبقى معقد اكتر، هيبقى فيها حياه من عدم القبول او عدم من الخلق مش هيستحمل. لان في الاخر برضه لازم نعرف ان دي ازمه وبنعيشها. وبعد كده الناس هيبقى في صعوبه جامده جدا بالنسبه للناس ان هم يتاقلموا مع الوضع ده، ان يكون وضع دائم. ان شاء الله يقدر يتواصل مع كل افراد اسرته خلال الفتره اللي جايه وكمان يتقابلوا. عايزين نرجع بقى بميكيلي ورا كام سنة كده ونذكره بقى بداياته مع كرة القدم، نشأته. بدأت كرة القدم وأنا عندي 9 سنين. نادي صغير جنب نادي صغير جنب نادي في منطقة في ألمانيا الدرجة الأولى. بدأ مهاجم. بقيت مهاجم بعد 5-6 ماتشات لعبت مهاجم. كان بيدخل فينا جوان كتير، الحارس بتاعنا ما كانش كويس. وقلت للمدرب طب انا احاول اجرب اقف حارس، انا اجرب كحارس. يخش فينا جوان كتير، الحارس بتاعنا مش كويس. قلت الحارس مش كويس اجي اخد مكانه، قلت هقف مكانه اخد اتحمس قليل. والتاريخي بقى ما حاسس المرمى بدا من النقطه دي كحارس. بعد كده رحت المانيا. لما جيت سافرت المانيا زي ما قلت لكم 74 رحت بلجيكا 74. Et là, je me suis inscrit dans un club du village. اتسجلت في نادي هناك في القرية اللي كنت قاعد فيها. Et là, j'ai fait jusqu'à l'âge de 20 ans. وقعدت 20 سنة. Il y a le meilleur club de la région où il est venu me chercher à 20 ans qui s'appelle Mons. في نادي اسمه مونس، كان عندي 20 سنة، نادي مونس ده جم يعني اتكلموا معايا وتعاقدوا معايا. Et là, j'ai joué 10 ans. ولعبت 10 سنوات. Et on est arrivé jusqu'à la division 2 en Belgique. Et puis je suis parti au Fribourg 1, je suis resté. Mais quel âge fait-il ce Fribourg 1 Division 3 à ce moment-là. Et j'ai fait. Et puis j'ai arrêté ma carrière. قعد 10 سنين هناك، بعد كده وقف حياته يعني الكارير بتاعه كلاعب كرة قدم. لأن لعيبة كرة القدم في لحظة من اللحظات في مسيرته لازم ياخد قرار إن هو يوقف. لازم نتجنب دايما نعمل سنة إضافية أو سنتين ممكن تمس تاريخ. وأنا قلت كنت حاسس إن أنا وصلت لمستوى كويس، وقلت خلاص أنا هتوقف دلوقتي.
بعد كده فضلت سنتين قاعد ما بعملش حاجه، قاعد مع عائلتي بعيد عن الرياضه. بعد كده سالت نفسي سؤال، يا ترى انا عايز ابقى مدرب حراس مرمى؟ انا عايز ابقى مدرب حراس مرمى، بس بعكس الناس اللي قاعدين يوصلوا بسرعه. انا فكرت حاولت ابدا مع فرق في درجات منخفضه، يعني درجه ثانيه ودرجه ثالثه سنتين عشان اشوف الامور هتمشي ازاي، واذا هقدر ادرب ولا لا. مفيش مسؤوليه كبيره عليا واقدر ادير اللاعبين الرجال اللاعبين، يعني اهم حاجه في المهنه بتاعتنا انك تدير. بعد السنتين دول النادي اللي لعبت له 10 سنين نادي مونس طلبوا منه يروح يدرب لهم حراس المرمى.